تفضل. أبو هريرة. المرأة إذا يعني يئست من المحيض وهي لا تنجب، هل يلزم أن الرجل أنه مرتبطة بالولد يعني؟ أسميك أو أسكت؟ لا أسكت. أسكت حاضر. سمع وطاع. يقول قائل: المرأة إذا يئست من المحيط يعني لا تنجب، وأراد الزوج غشيانها، هل يسمي أيضا أو ما يعني خربانة خرب ما فيش ولد يعني؟ يسمي. معلوم بدأت أن يسمي، ليس القصد فقط الولد، إنما القصد أن لا يشاركه الشيطان فيما هو فيه. الشيطان يأتي يستحل الطعام إذا لم يذكر اسم الله عليه. تفضل. كان فلتك من فريد بن مسعود رضي الله عنه.